الخامس الترتيب. نعم الترتيب على ما جاء في الآية، لأن الآية جاءت مرتبة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال لو كان الترتيب غير مقصود كان ما يفرق بين المتشابهات، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، فالوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان، فأدخل الرأس بينهما. وعادة العرب في كلامهم أنها لا تفرق بين المتشابهات، فكان يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فكون أدخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على أنه ينبه إلى أمر. قال وهذا الأمر هو مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب، وهو أن يرتب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. وهذا هو مشهور مذهب أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، أن الترتيب ركن، أنه لا بد منه. وذهب مالك وأبي حنيفة أن الترتيب غير واجب، أن الترتيب غير واجب، وهو قول في مذهب أحمد أن الترتيب ليس واجبا وإنما مستحب أن يرتب ولا يجب ذلك. والقول الثالث في مذهب أحمد أنه يجب الترتيب إلا في المضمضة والاستنشاق، يعني يجوز تقديمهما أو تأخيرهما، يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه، فيقول المضمضة والاستنشاق هما اللذان لا يجب ترتيبهما ولكن ترتيب البقية. والقول الثاني كل الأعضاء لا يجب فيها الترتيب، لكن المشهور من مذهب أحمد أن الترتيب ركن ولا بد منه. نعم.